سلطتنا فوق القانون شعب وعنده مآسي قلنا المستقبل مضمون احنا منه طول العطير نتمشى بالجنازه بدنا نبقى مسائل لو صرنا على الكازه نمثل كل الطرابيش نحكم باسم التراويش كل مواطن اله فيش واللي بيركب قول له عايش عيش عيش يا ينبوت الحشيش وقف على حيلك الدنيا ما قامت تحكي يا ويلك من قبلك حكمت وقف على حيلك الدنيا ما قامت تحكي يا ويلك من قبلك حكمت نعمس والله اكبر راس نعرف شي اسمه السوق ازهاموا علينا الناس منقلن جاي من فوق نحني شغلتنا الفساد امرنا كلها سرية عم نخوزي العيبات كله باسم القضية الحقيقة منخفية والجيب منعبية من خالف لا تقش فيها كل القصة وما فيها حامي يا حرام صيبة مصيبة يا شباب إيش القصة يا دياب صيبة مصيبة يا شباب إيش القصة يا دياب عم بيقولوا لعنا راح في واحد غيره جاي عم بيقولوا لعنا راح في واحد غيره جاي لا 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 قلبي والله شواي لا 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 عم بيقولوا دعمه كبير شريف وعنده ضمير عم بيقولوا دعمه كبير شريف وعنده ضمير لا 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 احنا اكبر صرماي لا 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 احنا اكبر صرماي دعم على الصواب يا شباب رحنا والله بشربة مي قال جاي قيادة جديدة وإذا بحبش والله يا خي بتحمى والله الحديدة بتحمى والله الحديدة بتحمى والله الحديدة تحمى والله الحديدة تحمى والله الحديدة تحمى والله الحديدة طول بالك يا ابو الخل هدي اعصابك وارتاح كل شغلة وفي الها حل كل قفل وإله مفتاح طول بالك يا ابو الخل هدي اعصابك وارتاح كل شغلة وفي الها حل كل قفل وإله مفتاح عم تقولوا عنه شريف علموا سمعوا كفوا نضيف عم بيقولوا لك عنه شريف علموا سمعوا كفوا نضيف خايف يبرم هالدولار خايف يبرم هالدولار ونحلو كلنا عالخفيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا طيب 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 يا لطيف اللطف يا لطيف يا لطيف عجبك؟ لا والله ألو احترامي سيدي الله يبارك فيك حاضر حاضر راح نباشر فورا مع السلامة مبين من أول الحديد حام يا سيدي أكثر ما تصور يا سمير والأيام الجاي صعبة كثير لذلك بدي إياك تكون جاهز أنا جاهز دائما سيدي اسمع سمير أنا اخترتك أمين سري مدير مكتبي لأني جلك ناصع البيار لذلك منين بتقترح علينا إنه نبدأ سيدي بيقولوا ادخلوا البيوت من أبوابي المعنى باب المدينة وواجهتها الحضارية هو المطار مشان هيك
انا بنصحك تبدا من المطار. حلو كثير، بس انا اذا طلعت على المطار رح اقابل ناس كثير، منهم اللي منيح ومنهم العاطل، وانا ما بقدر انتظر اشوف انسان مسيء او مرتشي احوله للتحقيق، ومن التحقيق للرقابه الداخليه، ومن الرقابه الداخليه تتحول اوراقه للقضاء وتشتغل الواسطات ويطلع لي من القضيه مثل الشعره من العجين. لذلك بدي طريقه حضاريه اميزه فيها لهالمسيء واجيبه لعندي احاسبه فورا. سيدي انا حاسب حسابي لك ان شاء الله. شوف هالسكره يا استاذ. وشو علاقة السكر هاي الموضوع اللي عم نحكي فيه؟ سيدي هاي السكر مطبوخة بالسكر والأسيد بدل المي. اللي بياخد حبة واحدة منها بس بنحرق لسانه، وإذا انحرق لسانه بيصير يقول لك بدال يا سيدي يا سيدي، وبدال السلام عليكم السلام عليكم، وهيك بتكون علمته بطريقة حضارية، وإيمت ما بدك إياه بتجيبه لعندك. حلو كتير كتير. أنا رح أطلع بكرة على المطار أعمل جولة ميدانية ما دام ما حدا بيعرفني ولا بيعرف شكلي. لذلك بدي اياك تجهز لي بطاقه طياره وجواز سفر، ولا تنسى انه تجهز لنا كيس سكاكر من ام الاسيد اللي حكيت عنها. سمير قلت لي السكر ام الاسيد اللي بياكلها الشيوخ. السلام عليكم تيدي. ايوا عليكم السلام سمير. على نفضة وحدة بهر منه شي 20-30 عقرب، بدك تنزل من البيت
بتلاقي على باب البيت ريبط لك تمساح افريقي البيت تحتمه. بدك تروح على المدرسة مواصلات ما في، يا بدك تركب الفيل يا وحيد القرن. وانا على وحيد القرن ما بستحكم اركب. وعطيني عمر على يجيني وحيد قرن فاضي يا اركب علي. ان شاء الله عمرينك ما تركب. ايش العيال في المراب علي كثير بنت هاي بطل الكاراتيه جاكي شان. ايش هالسفرة هاي؟ يا لطيف يا ربي دخيلك، والله عم تتعذبوا كثير يا هالاساتذه وتتعبوا. لك ليش تخيوا بيقولوا بحقكم كاد المعلم ان يكون رسولا. ها شفت قلت لحالك، قل لي بقى ليش بيقولوا كاد المعلم ان يكون رسولا؟ ما صار رسولا. ليه؟ لانه المعلم بنهاره بكفر له 100 كفريه. شلون رسول وبيكفر؟ مشان هيك ما بتزبط. طن على ركاب المغادرين على مد الخطوط الجوية ال اسبانيا التوجه الى بوابة الخروج فورا وشكرا. طن اسبانيا يا مصارعة السيرة. الله يملاك بداء الحكة وما تلاقي حيطه. افترضي على الاراضي بمشتيو. الله يكبر ديوها شركة الطيارات. ما كانوا يقولون ما بقدروا الحادث انه موعد اطلاع الطائرة 5 ايام لقدام. الواحد كان عمل حساباته يا فرشة ونام. ايش عم تستنوني اموت؟ مرحبا يا عم. اهلين. خير خير ان شاء الله. شايفك مدرس ايش القصة؟ والله يا ابن اخوي مالي ناري بس راي اخاف. خير ان شاء الله. لك معقولة يعني الطيارة السورية ما تترك بلد في العالم يعتب عليها انه بقى تهدف لهون؟ عبس معلش طول بالك، الطيارة رح تجي يعني ما ادري شو حضر لك. ليش مسافر لبرا؟ انت عمك راي اعمل عملية. عملية؟ عملية ايه؟ عملية تفجير محصول. ايه بدك حباية انت؟ على من بعد اذنك تخرس انت؟ معلش يا عم طول بالك، عملية تفجير محصول هي عملية بسيطة وسهلة، اعملها هون في البلد، بحي الله مشفى حكومي. ما بعرف والله. حتى بوجهك منك الو 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 لا عم يضربك صعيد السيف محبوبي ولا بجذبك. اما لا يوفقك بدك تقاطع بالصعبه اليهود. ايش مالك من هالبلد قاعد في قد الجحش؟ مالك داخل ولعب السيف محبوبي؟ لك عين عمك تدخل هون على ان من السيف محبوبي بتحسن عم يضربك اسرائيل ومدعك عندك. طيب بسيطه، روح عند الدكتور الخاص على عيادة وخلي هو يعالجك. ها ايوه هلا ذبحك 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 يا بلبوس الرياكتور على اضربين وادق رقبي. وشلون بقى؟ الدكتور عمل لك لوحه طويله عن صحيفتك في اسمه زائد اختصاصاته. طيب اختصاصاته بتودي على مستشفى المدينين. اوه اجمعي السله انسيه امريه عينيه صدريه ظهريه خارجيه داخليه مجاري تنفسيه مجاري جويه مجاري تناسليه مجاري بلديه والكلفيه المرضيه. ولك بالمره بقى يكتب الدكتور فهمان الفهيم يحيي العظام وهي رميم. لك يا سفر طنجرة الفقاعة. قلت لي شوي والثانية رح تطلي مثل خاشوط البحر. بابا خلص انت ويا ايش بكم مثل زينجو ورينجو؟ لا لا واحسن ما اكون مثل النمر الوردي. طن على ركاب المغادرين على مد الخطوط الجوية السوق. يلا ثانية التوجه الى بوابة الخروج فورا وشكرا. طن سودانية يا سودات الوسط. لا يوقف ان شاء الله. لا ما هي خد يشوفها وحدة حامل تكون عم تتوقع. يا ابو ثاني يوم عبالي يجينا لتجيب كلب. يا عم طول بالك يا عم، انت مبين عليك حالتك المادية ما في شيء زيادة، فشلون بدك تعمل عملية برا؟ لك
ابني انا زلمه مثلك، لا معي اهل لبرا ولا امي. طيب بس امي في الخارج الله يكثر خير ورجع لي احسابه. ها ليش ابنك مهاجر لبرا؟ ايه ابني مهاجر لبرا. طب ابني ما هو مهاجر. كفى ابني طيبي. ايه الجماعه هون صيفوا جننوا دخلوا له السفن على البيت. يغير الجلده. يا سلوكي له عبالك مركب براسه جدة خلاص. يا حبيبك انت من جماعة المارس تحبوا يركبوا عواحيد الخارج. تحكم تركب على الطيارة السورية ترجك الله. لا يهمك. معلش يا عم قولي بلاك هل في حالك وحكيلي على بلاك ابنك ليش طفش من البلد؟ لك يا سيدي طفلك يا زلمة لك معقولة؟ طالب خريج قسم فيزياء نووية الأولى على دفعته بالجامعة بعد ما يتخرج يعينوه معمل زجاج؟ بغرفة باثنين متر مثل القبر بوظيفة مراقب دوام مش قادر يا احمد وسط له كانوا عيالو حارس ليلي وقادر أقل منه بالدرجات بعدوه بعثات لأربع جامعات في العالم ليش؟ لأنه عندهم شوية واسطة. فاسمع يا حبة عيني الولد عم تعذب نفساويا واقتصاديا ومعدنيا جاب قبول من جامعة أمريكية غير سد الدوره حسابه الصبي ما كذب خبر سافر أمريكا ودرس الدكتوره وعينوه عند الدكتور بالجامعة على راتب شهري 10,000 دولار. ايه يعني عسوري شاب الساوي. ايه يعني لم تقم ما تعلم فيه لا أمه ولا أبوك يعني فيه أكثر من 7,000 ليرة. بسيطة أستاذ طول بالك لا تعصب الطيارة رح تجي يعني رح تجي. ومين قال لك إنه أنا معصب؟ بالعكس كل ما تأخرت الطيارة كل ما كان أحسن لأنه بصراحة عم شم هوا بلادي لآخر مرة. ليش حضرتك مهاجر لبرا؟ روحة بلا رجعة. وخير إن شاء الله ليش روحة بلا رجعة؟ رح أحكي لك قصة من الأول. أنا كنت مغترب بإفريقيا عندي مشاريع واستثمارات وعقارات بساحل العرج. سمعت إنه صدر ببلدنا قانون اسمه قانون الاستثمار رقم 10. صحيح. قلت لحالي ليش تفيد الأفارقة وولاد الأفارقة؟ لا بجي لهون تفيد بلدي وولاد بلدي بيكون أحسن. حلو كتير. عملت دراسة لثلاث مشاريع بأحسن مكاتب بأوروبا وجيت لحتى نفضل هون. طيب وين المشكلة؟ المشكلة إنه لحتى تنجح بأي مشروع بهالبلد لازم يكون شريكك شي مسؤول أو شي ابن مسؤول أو شي أخ مسؤول أو شي قرايب مسؤول لحتى يكون مسؤول عنك وعن مشروعك وعن 90% من أرباح المشروع. يعني أنت صاحب التعب والشقة والرأس ما تأخذ 10% هو يأخذ 90% على كلمة مسؤول بس. الشي بيطفش يا رجل. طيب وشو رح تعمل هلأ؟ ما عملت دراسة فيديو وطالع نفسهم بدبي. دبي؟ إيه لأنه بدبي أمور الاستثمار ميسرة أكثر من عنا. بس بطريقي بدي أمره على السعودية دقيقتين. أوه وليش بس دقيقتين على السعودية؟ صراحة يا ريت بدي زور النبي وامسك شباك النبي واحلف يمين اني ما ارجع لهالبلد بحياتي. عفوا استاذ كلي عندك طلب. تفضل. ممكن تعطيني نسخه من المشاريع اللي صممتها للبلد هون؟ نسخه يا ريت. كذا كذا تريحني من حمدتها. هي هي هي. شكرا كثير استاذ حبيب قلبي. فرصه سعيده. حبيب قلبي يا سعد اهلا وسهلا فيك. انا وطريق يا لعبد يا فضل موعد المحدد. يا عيوني لأنه لسه ما اجت. ما اجت؟ منين؟ من المرسلة؟ لا يا عمري من رحلتها. معقول؟ ليش هي نفس الطائرة بتطلع فينا فورا؟
الله يبعث لك. طبعا هي نفسها. عفوا عفوا يا ابو علي، ديرتك